أهلا بكم إلى حلقة جديدة من آفاق وفيها. مكتبة الأزهر العريقة تفتح أبوابها للعالم من خلال الإنترنت. مراهقون لبنانيون يحيون تراثا موسيقيا قديما. شباب تونسي يعبر عن تفرده من خلال الوشم. ولكن نبدأ من لندن ونتعرف على فرقة الزيتونة للدبكة الفلسطينية التي تستخدم الرقص للتعبير عن قضايا معاصرة. الهوية الفلسطينية الآن هي مهددة بالزوال، الثقافة الفلسطينية الآن هي مهددة بالزوال بفعل الاحتلال. فإحنا واجبنا هون إنه نثبت للعالم، للناس، إنه في عندنا ثقافة. الشعب الفلسطيني منه شعب بس مشرد، هو شعب عنده ثقافته، عنده مدنه، عنده حضارته، ولازم العالم كله يتفهم ويتفهم إيش اللي بيصير حتى نشرح قضيتنا للناس. يعني بس انه 80% من الجروب كلهم مش محترفين، كلهم مش دانسرز، كلهم بالاول مره بيرقصوا، يرقصوا مع الزيتونه، كلهم بس القصه انه انها فرقه فلسطينيه. هذه طبعا التحدي اللي احنا بنواجهه، انه نقدمه بشكل رقص ونقدمه بشكل اللي هو دبكه، اللي هو الشيء الفلسطيني، الرقص الفلسطيني التقليدي. بالنهايه يعني انه نتوصل لشيء، انه لان نصل للجمهور البريطاني وللجمهور الاوروبي باللي بيصير بفلسطين والمعاناه اللي الشعب الفلسطيني بيواجهها من الاحتلال وبشكل يعني بشكل فني. إن الأمر يثير مشاعري ويجعلني أفتخر بهوية الفلسطينية. يكتشف المشاهدون الثقافة الفلسطينية والتي تتضح لهم من خلال عرضنا وحركات الرقص البسيطة منها والتقليدية. نحن نعتمد أيضا على حركات رقص حديثة تسرد القصة ويمكن فهمها من خلال مشاهدتنا. احنا بنركز اكثر شيء على بساطه المشكله مش على المشكله نفسها. عندنا القصه تبع هاي الارب سبرينغ، كل العالم عم يشوفوها كمان انه بالجرايد وبالنيوز، بس كان بدنا بنحط هالشيء شيء فني، انه اكيد كلنا واحنا كنا بالزيتونه عندنا افكار مختلفه انه شو بالارب سبرينغ، بس كان بدنا بس نورجي هاي القصه انه العالم مش قادرين يحكوا، انه العالم انه في اشي عم بيصير بالعالم العربي. انه كل هدون اللي بالماس بيتغير وبتصير، لو شفتوا بالقصة كيف بتصير على الاخر، انه هيك بتسقط الاقنعة. وفي هاي اللي كان انه الزعيم ولا الرئيس، انه كيف كل حدا من هذا الشعب خلص لف ودههم عليه.
قصه انسانيه، صراع بين الخير والشر. بالضبط، هذه قصه الكل بفهمها، ما حد ممكن انه يعني يلاقيها صعبه انه ما يفهمها. وانت لما تشوف الاقنعه على الوجوه وجنود حتعرف انه هذا الطرف اللي مش كويس يعني. كل العالم انه بيحكوا على السياسه شو عم بيصير بفلسطين هلا، بس بينسوا انه في شخصيه فلسطينيه، بينسوا عن اشي هاي البسيطه، انه في ثقافه، في رقصه، انه هاي اشي فلسطيني. القصه مش قصه بس قصه ارض، انه قصه ايدنتيتي، قصه شخصيه فلسطينيه. الأزهر إحدى أقدم منارات العلم والمعرفة في الشرق، يحتوي على كنوز من الكتب والمخطوطات. اليوم مكتبة الأزهر ستطرق أبوابنا في أي مكان في العالم، لنرى معا كيف سيحدث ذلك. المخطوطة بالمعنى بتاعها اللي هو كل ما كتب بخط اليد، لكن المخطوطات اللي احنا بنعنيها ان هي كل ما كتب بخط اليد قبل عصر الطباعه. طبعا بتحتوي المكتبة الازهر على كميه ضخمه جدا من المخطوطات النادره، والحقيقه المخطوطات اللي موجوده في مكتبه الازهر يقدر عددها بحوالي 50,000 مخطوطه او يزيد، بتنتمي للعصور الإسلامية الأولى، مر عليها زمن كبير جدا مما أدى إلى تعرضها للتلف. لما بيجي باحث بيطلب مخطوط معين للخاص بالبحث بتاعه، فبالتالي بننزل له المخطوط فبيتناوله بإيديه، أو لو طلب مننا تصوير جزء منه فبيتصور عن طريق الماكينات التصوير، وده بيؤدي إلى مرة في مرة بيؤدي إلى تلف المخطوطات وما بنقدرش نمنحها عن البحث. طبعا حرصا مننا على الحفاظ على المخطوطات من التلف او الضياع، كان التفكير وهو عملية المسح الضوئي للمخطوطات. المسح الضوئي ده تصوير المخطوطات بمسحات ضوئية مخصوصة لتحويلها من الشكل الورقي الى الشكل الرقمي. وفيما بعد كده هو بيروح لمرحلة تانية اللي هي المرحلة بتاعة النشر في موقع على شبكة الانترنت، وهو الأزهر library.gov.eg، بحيث انها تنشر تباعا على الموقع بحيث انها يستفيد بها الباحثين في جميع انحاء العالم. والحقيقه المشروع ده تم على مرحلتين، كان المشروع بدا من تقريبا حوالي سنه 2004، بدا التنفيذ بتاعه تقريبا في 2005. تم تصوير حوالي 16,000 مخطوطه اتمسحت ضوئيا، هي مش منشوره دلوقتي. اللي منشور دلوقتي ده موقع تجريبي كنا بنجرب فيه دلوقتي لغايه لما نعرف الاستابيليتي بتاعته او الاستقرار بتاع الموقع، والحمد لله اطمننا عليه وهنبدا ننشر باقي المخطوطات تباعا. ليه؟ لان انا عندي 16,000 مخطوطه بتاع حوالي 2.5 مليون ورقه متصوره وجاهزه للمراجعه وتابع عشان تجهز بعد كده للايه؟ للنشر. وبعد لما دول بينشروا بتبدأ نعمل عملية الدورة كاملة بقية 50,000 مخطوطة اللي هي حوالي فيها 10 ملايين
تقريبا 10 مليون صوره او حاجه زي كده يعني. فطبعا المشروع ده توفر لي هنا العمليه مش عمليه موقع اطلاقا يعني، الموقع دوت نتيجه للمشروع، لكن هو المشروع في حد ذاته ده من اهم الطرق النهارده الحديثه في الحفاظ على المخطوط. فيبقى هنا المشروع عمل لي خدمه للباحثين سواء كان في داخل المكتبه من خلال شبكه داخليه، او خدمه للباحثين في جميع انحاء العالم من خلال شبكه الانترنت، وفي نفس الوقت حصلت على نسخه طبق الاصل من المخطوطه الاصليه، ودي بنحفظها خارج في مكان خارج الشيخ في المكتبه في خزنه مخصوصه، بحيث ان لا قدر الله حصل اي حاجه يبقى على الاقل عندي صوره تبقى الاصل. مجهود ضخم جدا تم، وتكلفته كانت عاليه جدا سواء كانت من القوى البشريه اللي اشتغلت فيه او المجهود اللي بذل فيه، سواء من الـ 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 الافراد اللي بيشتغلوا عليه او الشركه المنفذه او الـ الممول للمشروع. الناس دي كلها فعلا بتحافظ على التراث الاسلامي والتراث العربي اللي في غايه من الاهميه. الحفاظ على الموسيقى التقليدية القديمة قد يكون مهمة صعبة بالنسبة للكثيرين، أما في لبنان مجموعة من الشباب والمراهقين أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية. بيت الموسيقى هو عبارة عن مدرسة موسيقية مختصة بالتقليد الموسيقي المشرقي العربي أو ما يعرف به الموسيقى الكلاسيكية العربية، يتعاطى مع الطلاب وهدفه إحياء هذا التراث مش بس بالمجتمع بشكل عام، بشكل خاص بالمجتمع إذا بدك الشبابي أو الطفولي، لحتى يكون الجيل الشاب على مصالحة مع تراثه ومع تقليده. عم نتعاطى مع هودا الجيل مثل ما عم قلك، مش عم يكون بتاتا في أي مسافة بينه وبين هذا التقليد، عم بيحب التقليد بعد ما عم يتعرف عليه وعم ينطق الآلات على مختلف أنواعها. اليوم حتشوفي أنه في عندك تقريبا كل الآلات دون استثناء، بالإضافة إلى آلة جديدة اللي هي آلة السنطور، اللي كان إلي يعني إذا بدك بكل تواضع أنه أنا من أدخلتها إلى هذه الموسيقى وطورتها وطوعتها لخدمة هذا النظام. اللطيف انه نشوف الجنسين يعني الذكور والاناث بطريقه اذا بدك شبه متساويه، انت هلا فيك تحصيهم على مختلف هذه الالات، هذا شيء كثير جيد وكثير جميل، والاهم الاحتكاك مع الجمهور ايضا، بطل الجمهور هو جمهور فقط مخضرم وكبير بالعمر، صار جمهور اللي هو جمهور ينتمي الى فئه شبابيه. يعني لبنان أصبح رائدا بين الدول العربية، هو تقريبا من الدول الأولى التي تتعاطى في التربية الموسيقية بطريقة عامة وشاملة في الوطن، فهودي نواة لأنه يشكلوا هودي الأساتذة. المرحلة الثالثة ممكن يتحولوا إذا أحبوا إلى الجانب الميزيكولوجي أي العلم الموسيقي، ويتحولوا إلى باحثين موسيقيين، فنحن نمشي بهذه الخطى على ثلاث مراحل. تقريباً بلشت من شي سنة، ومستقبلنا رح يكون إنه منيح لأنه عم نرجع نحيي التراث اللي عم نحسه شوي عم بيروح.
جل من قد صورك بدر من ماء وطين وجعل في منظرك بهجة للناظرين وجعل في منظرك بهجة للناظرين الوشم هو فن تقليدي شعبي عرفته شعوب كثيرة حول العالم ولكنه في طريقه إلى التلاشي في البلاد العربية أما في تونس فهو يعود بشكل عصري على يد جيل جديد من الشباب وشام وشم وشامك وهاتي وفصل السيوف خليف الزناتي على الحربيات يترى وشام وشم وشامك كنت كل وشم اللي ماشي وشم كل مرأة كالراجل كالكبير كالصغير الوشام هذا يك هو يجيب إبرة ويجيب طرف كحل ولا غن وظلي وشم بالإبرة ويفصل لو جيل بكري وشم الكل ما بكري يا مشم ما توشمش يقولوا كيفيش وجهك البصلة هاك الوشام هذاك يزيدها هي جمال ويزيدها شبه واحد وشوى سما واحد يوشمو يقولوا ذبانة سما وشمو يوشموها كيما النجمة الرجل نخذوه نخذوه مشمين قادين وبكري مغمومين تاو خايف جيبوها من غالي يزودها كان القطاع تاريخ الوشم نقطة البداية هي مع اكتشاف مومياء في الألفية الرابعة قبل الميلاد في منطقة جبال الألب وهذه المومياء تحمل رمز أو وشم بمنطقة قريبة من الركبة ويبدو أن هذا الوشم استعمل في تلك الفترة للتطبيب استعمل كتعويذة للحماية من السحر الحماية من العين من الحسد استعمل استعمال ثاني للتجميل كنوع من أنواع الزينة سواء للرجال أو للنساء واستعمال آخر ثالث جديد وواقع واستعمال رابع كهوية خدمتي تطوير بروفيسيونيل تعلمتها وقريتها البرا في فرنسا وزدت كملت تعلمتها معناتها براتيكيتها في اسبانيا ومن بعد رجعت لتونس دونك نخدم فعلا انا في تونس وخدمت في برشا بلايص في تونس وتوا نخدم وحدي فما برشا نوع من العباد اللي يجيو فما الكبار الصغار من الكلاس سوسيال الكل فما دي زارتيست فما دي جوار فما
برشا عباد من الصغار للكبار لي ترونش داج الكل العمر الكل. يا قدامي وبركة ما تشكيلي انا نحمد ربي على ما عندي. توا برسك 10 سنين من نخدم فيها. في الاول بديت كنت نعمل في تتواج بالحرقوس وانا صغير. من بعد وقت لي قريت وزدت معناها حبيت اكثر حاجه نحبها برشا. لقيت لي تتواج مش على خاطر الفلوس، على خاطر حاجه نحبها. كي نبدا نخدم حاجه نعمل كيف فيها وانا نخدم فيها. لي تكنيك نتاع التتواج فما برشا. فما القدم لي ماوري اللي منهم هما تخلق تتواج، وفما لي تكنيك تاو جدد المودرن اللي هما بالماكينات سبيسيال دي ماشين سبيسيو دي زيغويز هذا كيف كيف هباري. الانواع نتاع الحبر الكل قبل كانوا يخدموا فيه باللبره بالغنج بالصندر بالحبار نورمال. تاو تاورت ولا فما حبار ستيريل والالوان الكل. وتوا جو سوي معناها على الخدمه نتاعي جو كلاسي دوزيام اون افريك. انتهت هذه الحلقة من آفاق، انتظرونا الأسبوع المقبل.